مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، هذه أجمل ورق تحية مني محدثكم فارس عوض للتعليق على مجريات هذه المباراة، واللي نتمنى من خلالها بأن تكون مباراة مليئة بالإثارة والمتعة وأن تفي بالتوقعات. مباراة اليوم بترجع عند الحارس. ينطلق بنجاح. فرصة والكرة في وضعية الهجوم في هذه اللحظة. كرة بينية فيها خطورة الآن. عرضية في المنطقة. تمريرة رائعة. عنده فرصة التمرير. كرة إلى الأمام. عمل جيد في قطع الكرة. بينية مثالية خلف المدافعين. كرة بينية فيها خطورة الآن. سيطرة من الحارس على الكرة. يجد الحلول بتحرك زملاء. اوهو، اللمسة الأخيرة، اللمسة الأخيرة لم تكن بالشكل المطلوب. كرة بينية بينية مثالية خلف المدافعين. استخلاص الكرة وإيقاف المحاولة. كرة بينية فيها خطورة الآن. عنده فرصة التمرير. بينية مثالية خلف المدافعين. بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة. كرة بينية فيها خطورة الآن.
تمر. يجد الحلول بتحرك الآن، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. عنده فرصة التمرير. اوه، تدخل في وقت رائع واحتراز الكرة، كانت فرصة هدف لو مرت. يا الله، كرة في الجناح، عرضية تصل إلى الصندوق. مسات مستمرة، يا الله، العرضة تبعد الكرة من الدخول. أمام مساحة كبيرة لاستغلالها الآن. عنده فرصة التمرير. كرة بينية فيها خطورة الآن. ولعب الشوت. يرسل الكرة في الخط الأمامي. حلوة الكرة إلى الطرف. لاعب يخسر الكرة تحت الضغط الآن. بينية 100 ثانية خلف المدافعين. كرة بينية. شوف كيف المرور، شوف المهارة. تسديدة أخطأت وظلت طريقها أمام المرمى. تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الاطراف. عنده فرصة التمرير. لعبة رائعة داخل وسط الملعب.
المباراة لينهي الشوط الأول. مباراة مغلقة من الطرفين، كثير من التحفظ، الكثير من التراجع، نتمنى أن نرى المزيد من الفرص في الشوط الثاني. كرة بينية فيها خطورة الآن، ماذا بعد كل هذا؟ هل يمكن أن يسجل الآن؟ يا لعيب يا لعيب، هدف للجماهير، هدف للعشاق، هدف للأنصار، كرة تحرك الشباك. جملة تكتيكية رائعة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. الآن يجد الحلول بتحرك زملائه. أوه، ضاعت الكرة، كان يجب أن يكون أكثر تركيز. اللمسة الأخيرة حرام ما تكمل. التدخل من اللاعب بيخلص فيها الفرصة الماضية. بيلعب الكرة باتجاه المرمى. يعمل الكرة إلى منتصف ال 18، كرة مقطوعة تتخلص بشكل ممتاز. بيرسل الكرة في الخط الأمامي، كرة بينية. كرة بينية فيها خطورة الآن، شوف الكنترول، الله على التحكم، يخترق الدفاع، ما زالت الكرة تحت سيطرته حتى الآن. فيها خطورة الآن، الله على التصدي، كرة حارس المرمى، محاولة تنتهي عند حارس المرمى. ممتاز التسديدة،
يتقدم فيها. ليلية مثالية خلف المدافعين. أمام مساحة كبيرة لاستغلال الآن. بيرسل الكرة في الخط الأمامي. مساحات مفتوحة على طرف الملعب. استخلاص الكرة وإيقاف المحاولة. تمريرة رائعة. تمر. كرة بينية فيها خطورة الآن. هدفين في أول في المباراة. والتدخل ممتاز. كرة إلى الأمام. يتقدم فيها. تركيز ممتاز من المدافع. شوف استخلاص الكرة. الله على التغطية. محاولة خطيرة. اللاعب يتوقف لتنفيذ رمية التماس. مدرب الان يجري التبديل في هذه اللحظات للحفاظ على التقدم. تسديدة خطيرة. ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. يرسل الكرة في الخط الأمامي. عند فرصة التمرير. هدف واحد يفصل بين الفريقين. ليلية مثالية خلف المدافعين. تحكم ممتاز. ينطلق بالكرة. الله على المهارة. كرة ممتازة.
خطورة الآن. المدرب راح يدفع بلاد البديل في الدقائق القادمة. يتحرك سبيله ويفتح اللعب ويطلب الكرة. كرة ممتازة في المساحة، كرة بينية فيها خطورة الآن. الدفاع يبقى طريق، ممكن يجرب، ممكن يسجل. شوف وتعلم. الله على النهاية، على الأسلوب. خلاص يمكن القول أنهم ضمنوا حسم هذا اللقاء بالتأكيد. تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الضرب. يلعب الكرة إلى منتصف ال 18. يا الله، فرصة مهمة ضاعت، أهدرها. الحكم يطلق صافرته معلنا نهاية المباراة. شيء غير عادي يا جماعة، شيء غير عادي ما شاهدناه اليوم. أداء كبير جدا من الفريق، من المجموعة، من المدرب. المشجعين الحاضرين أعتقد أنهم كانوا في سعادة كبيرة بهذا العرض. مع نهاية البث المباشر لهذه المباراة أشكركم على حسن المتابعة، على أمل أن ألتقيكم قريبا في مباريات قادمة.